ايه ده؟ ايه الاستجابه السريعه دي؟ عريس مش قادره اصدق نفسي. مكرم اهلا وسهلا، نورت الدنيا كلها. وطني مخلص اصيل المصري. اهلا وسهلا، نورت مصر يا استاذ مصري. حضرتك عريس مش كده؟ باين عليا جدا على فكره، وشكلك كده جاي من غير عروسه. الحقيقه مش جايب عروسه. الحمد لله يا رب. هو اكيد طبعا جاي تختار عروسه من عندنا. ممكن جدا. على فكره بقى، مامتك بتحبك ودعيالك، لو اتاخرت شويه كنت هتقسم لحد تاني غيرك. الحقيقه انا امي ماتت وهي بتولدني. شفت بقى، ربنا الدنيا بتعوضك اهو، عشان اعوضك حنان الام. انتي؟ انا. وانتي وطنيه؟ اه. عملتي عشان مصر؟ رحت دار التحرير؟ رحت. معاكي صور اثباتات لكده؟ لا ما عنديش حاجه بيه. انتي من الفلول، ما تلزمنيش. يا حبيبتي يا مصر يا مصر، ما شاء الله والله مصر ام الدنيا. اتفضل يا استاذ، اهلا وسهلا بيك. ابي اتعرف على الاسم استاذ. وطني مخلص اصيل المصري. اهلا وسهلا استاذ. شنو تبي؟ انا عايز اعرف كل حاجه بالتفصيل، تفصيل الممل. ترتيباتكم ايه؟ بتختار العروسه على اي اساس؟ بتكلفوا كام؟ بالمليم. لازم اعرف كل حاجه قبل ما اختار اي عروسه. ما شاء الله عليك يا استاذ، انت عريس والله. انت جيت للمكان الصح، مكتب الاستاذه نونا تريد مارك اوبشن. ثانيه واحده. شنو؟ ايه يا استاذ مالك؟ بدك تسجل نوتس. اكتب مكتب الاستاذه نونا تريد مارك اعلى اوبشن، اعلى اداء، دقة في التنفيذ والاختيار. واحنا اسعارنا غالية وايد شوي، ولكن كما يقول الغالي ثمنه فيه. لا لا مش مهم الاسعار خالص. هو الغالي ده كام تقريبا؟ والله يا استاذ بيفرق يعني. بص، احنا بنجيبك ساعتك تقول لنا على مواصفات العروسه اللي انت تبغاها، بندخل المواصفات على الكمبيوتر حقنا يقول لنا ايش العروسه اللي انت تبيها. اهم حاجه تجتاز اختبار الوطنية. لازم تجتاز الأول، لازم أعرف هي وطنية ولا لأ. والله يا أستاذ، أربع حاجات بيحبوا مصر. أنا ما أعلم باختبار الوطنية، ممكن تقولي إحنا نسجله وندخله على الكمبيوتر. أعرف قد إيه وطنية. وطنية؟ مع الثورة ولا لأ؟ مع الثورة. فلول ولا مش فلول؟ بتاكل فول ولا لأ؟ ومش هيكفيني أي دلائل، لازم دلائل قوية وصور، ومش هتكفيني كمان الصور اللي جنب الدبابة أو الحبر الفسفوري. و إن ما كانش صباعها بنبي مش هتيجي تقعد جنبي. عريس، انت كلمي جد يا مكة؟ بين علي باشا؟ طبعا، تبعي تبعي. لا احجزيه لحد ما اجي، استفرد بامه. اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ايه الجمال والطعامه دي؟ اخرجي. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، وطني مخلص اصيل المصري. اهلا وسهلا. ايه الطول العظيم ده؟ وايه الاسم الجميل ده؟ ميرسي. ده بس من ذوق حضرتك يا استاذه نونا. نونا؟ نونا ده ايه؟ هي نونا بالجمال ده؟ ما انا فاكر حضرتك نونا المأذونه. لا لا، نونا المأذونه دي ايه؟ دي حتى شكلها يا ساتر ولا يا ساتر؟ ملاش دعوه ملاش بعض. والله امال مين حضرتك؟ انا عروسه زبونه. مش حضرتك عريس برضو؟ انا عريس فعلا، زبون. يا سبحان الله، مش معقول. عروسه بتدور على عريس، وعريس بيدور على عروسه. بجد 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 مقسومين لبعض. مفقوسين لبعض ازاي؟ ايه مفقوسين دي؟ انا بقول لك مقسومين لبعض. ولعلمك بقى، ربنا بيحبنا جدا انه هيرحمنا من عموله المكتب الكبيره قوي كده. عموله؟ ايوه عموله. عارف المكتب هنا لو جاب العروسه للعريس بياخد عمولة قد كده اهو، لكن لو العريس جاب العروسة زينا كده بياخد عمولة صغننة قد كده. نظرية مش وطنية خالص. لا ازاي، دي نظرية مهمة جدا، دول هنا حرقين موت. بياخدوا فلوس كتيرة؟ بياخدوا فلوس كتير قوي، دول بيمسكوا العريس يشطفوه. فندم. امال ايه؟ بس انا ما كنتش اعرف ان هم بياخدوا فلوس كتيرة قوي كده. نونا دي جشعة وطماعة، اسألني انا. قلت ايه؟ في ايه بالظبط؟ في موضوع جوازنا. جوازي حضرتك؟ انا لسه عارفك اساسا، وبعدين مش نتنيل نعرف بعض الاول؟ ايه نتنيل دي؟ الموضوع ده كان خلاص قديم قديم. احنا نتجوز الاول وبعدين نعرف بعض براحتنا.
ده لازم اعمل لك اختبار الوطنية. بتحبي مصر؟ مصر دي ام؟ شاركتي مظاهرات قبل كده؟ كتير. في اي استاذ مطاطي؟ مليان. عبد المنعم رياض ولا مصطفى محمود؟ مساكن شيراتون. مساكن شيراتون، اه. انا عرفتك. اسمك ايه اساسا؟ رانيا. يا نهار اسود. اسم النيلة ده. خطيبتي الاولانية كان اسمها رانيا وطلعت عيني وكفرتني يا شيخة. طب خلاص خلاص ما تنفعلش. يقلق من الاسم 40 بلا 40 بلا 44 بلا قرف. كلكم زي بعض. خلاص بقى. طب اقول لك على سر. انا ما اسميش رانيا. ده اسم الدلع. انا اسمي الحقيقي حنان. كدابه كمان. انا من اول ما شفتك قلت مفيش اي علاقه بالوطنيه. لا شايف لا احمر ولا ابيض ولا اسود ولا اصفر حتى. ليه كده؟ على خيره الله يا ماما. عايزك بقى تدرسيها وتفحصيها وتكشفي عليها عشان تعرفي هي هتناسب عبقريتي ولا لا. دي العروسه زي القمر. الف مبروك. الله يبارك فيك يا ست المعزونه. ومش دافع فيها غير جنيه واحد. ايه ده؟ هو انت بخيل ولا ايه كده من اولها؟ لا مندو بخيل؟ لا ده مندو ايحه. قصدي يعني حريص وحريص حبتين. عن اذنكم بقى انا هروح اشوف حاجه عشان تقعدوا تتكلموا مع بعض شويه. ما تضيعهاش من ايدك عشان نروح صدقنا لقينا عروسه ترضى بقرفك. ايه؟ مع السلامه يا حلو. مع السلامه يا ست المأذونه. عايده تعالي اهرشي لي في ركبتي. ايوه ايوه هات حته شوكولاته والنبي. ايه؟ ايوه ايوه. على 100 على 100 يا ولد. حرام عليك انا تعبت من الوقفه. طب ما تقعد يا ابني. ربنا يخليك. على الارض جنب الجزمه عشان تمشي ايدك عليها وانت قاعد. ها بقول لك ايه. انا هروح لونا واقول لها على الدور من الاول. تعترف لها؟ اه اقول لها بقى ان انا بشكويتي وان انا من امبابه عشان اخلص من الذل والمرمطه اللي انت بتعملها. بس بلاش رغي. طب ليه تروح المشوار وتكلف نفسك؟ الموبايل اهو يا حبيبي. انت تؤمر بس كده. لا 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 هكلمها لك. هتكلم على حسابي. خلاص خلاص هكلمها لك. خلاص بقى خلاص معلش. ايوه عقل كده. روق كده خلاص. وعايز اكل بمزاج بقى. هجيب لك ليمون يهدي لك اعصابك؟ لا. انا عايز ام علي. على الارض. ايه يا عم علي بقى نجم اليومين دول؟ تليفونه ما بيبطلش رن. صح؟ ام نونه؟ ده رقم ماما فعلا. تكون كلمتني وانا ما ردتش. ولا كلمتني ولا حاجه. معلش يا استاذه لا مؤاخذه اتاخرت عليك شويه. انا اللي اتاخرت شويه وشويتين وثلاثه. حالا حالا اهو وهوصل حضرتك ان شاء الله. ما ترد يا عم علي. ايه؟ اه لا مش مهم. مين اللي بيكلمك يا فندم؟ مين دي؟ يعني واحده ست غلبانه كده بظبطها كل شويه. بتظبطها؟ ايوه يعني بديها فلوس بعطف عليها. اصلها ست كبيره ولادها سايبينها وسايبينها يعني مش عارف اقول ايه. ولادها وحشين لا مؤاخذه. لا مالهمش حق يا عم علي. جيل منيل بعيد عنك. جيل منيل ماشي. برضه ما بيردش. مالك يا صافي في ايه؟ ولا حاجه. الظاهر معمول لي عمل. كل ما الامور تمشي واقول خلاص ربنا هيعدلها مش عارفه ايه اللي بيحصل. هو مين ده يا صافي؟ لا انا ما اقدرش اقول لك دلوقتي. انا ساعه بحب اعلن اسمه هروح ميدان التحرير واقول لكل الناس على اسمه. لكن دلوقتي بقى مبدئي داري على شمعتك عشان تولع. والله يا صافي ما اكذبش عليكي انا برضو بفكر في الموضوع ده كتير. يعني تقريبا انا ما بفكرش في موضوع تاني. يعني ست زي مبدعه كرييتيف كل لبس سينيه ديكولتيه فيرنييه. الرجاله جرالها ايه يا صافي؟ ها انت صوف عينيهم. لا يا حبيبتي مفتحين وبيشوفوا والدليل قدامك اهو انا. ايه طب يا صافي شكله ايه؟ قربها لي كده شويه. هو واخد شويه من حسين فهمي. كارف كده شويه على رشدي اباظه. شبه احمد عز الطويل مش القصير. بس ساعات كده بيقلب على رياض الاصابجي. يا اختي رياض الاصابجي ولا رياض الخولي انا برضك مش هيأس. انا متاكده ان هلاقي الراجل اللي اول ما يشوفني يقع فيا. قصدك يقع من طوله؟ موجود. هو مين ده؟ الراجل اللي اول ما هيشوفك هيقع فيك. بجد رانيا؟ هو فين؟ ايوه ده موجود عند نونا في المكتب. ما انا عارفه كل اللي في المكتب اصلا فيهم جيفوهيه. لا 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 خالص المره دي مختلف تماما. عريس ايه كده كل طلباته منطبقه عليكي بالظبط. بس عنده شرط صغنن قد كده. ايه؟ ان العروسه اللي هتتجوزه تكون اسمها رانيا.
بسيطة اغير اسمي على طول، الحاجات دي بقت سهلة قوي دلوقتي. ايوه انت اول ما تخش عليه كده قولي له اديك اسمك رانيا. لا الموضوع ده مفروغ منه. طب ما انت اسمك رانيا ما اتجوزتوش ليه؟ ها؟ في جي فوق؟ لا ابدا. ده انا اتجوز ازاي يعني؟ وعمر ابني حبيبي اسيبه ازاي يعني؟ لا برافو عليكي. طب ما تيجي معايا يا صافي. لا يا حبيبتي انا مرتبطة. طب باي باي. انا هسبقكم على المكتب. ها؟ مرتبطة؟ لا 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 يا حبيبي قلبي ما اصير قلقانة. لا صفقة العرسان المستعملة تصل من دبي افتر وان ويك ان شاء الله. يلا سلام عليكم. سلام عليكم. جزر ان انا ما عنديش حظ ان انا اقابل نونا المأزومة خالص النهاردة. لا استاذ، الاستاذة عندها مشوار مهم افتر وان اور وتكون موجودة ان شاء الله. لا ما ينفعش استنى اكتر من كده. انا عندي وقفة احتجاجية لازم اروحها. خلاص استاذ ما تحطل نفسكش، خلص القاعدة الاحتجاجية حقك وتعالى. طيب اوعى تنسى شروطي، لازم تكون وطنيه وما اسمهاش رانيا. يا عريس انت بتتزوج من مكتب الاستاذه نونا، كيف ما بدك اياه بيصير موجود. عريسي وليسي اللي هيضيع كل كوابيس. في ايه؟ الله ربنا بيحبك. دبابه العاصمه وصلت. مين دي؟ دي اليسا، ما شاء الله راقده على خميره وفلوس ياما. مقاس الجاكيته بس عشان ايوه يفرق معايا. ايه دي اليسا؟ بقول لك ايه طروقة، نفض لنفسك. شنو؟ هوينا شويه، سيبنا لوحدنا. خليك وطني يا استاذ طارق، اوعى تسيبني. لا انا عشان وطني وبحبك والله بتركك مع اليسا. اوعى تتركني والله ربنا بيحبك. ارجع الاقيكي مخلصه عليه وكذبه. ادعي لي يا طروقة. يا رب اتنين ليمون يا ابراهيم. استاذ طارق لو سمحت حضرتك ما تعرفناش ببعض. وطني مخلص اصيل المصري. اليسا مخلصه اصيله المصريه، بحب مصر واولاد مصر. وعايزه مني ايه؟ انا اللي هقنس وحدتك وهقري على تربتك. ده انا هقيد لك صوابع العشرة شمع. الهي يا رب الشمع يمسك فيك وفي شعرك يا شيخه. طب ليه كده بس؟ بص اديني فرصتي زي اي عروسه غريبه، يعني بلاش مجاملات. انتي؟ زي اي واحده غريبه. انتي عروسه انتي؟ طبعا عروسه. ماشي. ايه علاقتك بالميدان؟ ايه ده انت شفتني؟ يبقى كده عرفت. انت كنت بتباتي هناك؟ لا انا كنت بسرح بس. بسرح بايه؟ في ميدان العتبة كنت بسرح بكولف. الله يخرب بيتك يا شيخ، ده منظر واحدة وطنية. انا من اول ما شفتك قلت انت مش نافعة بجاز. طب استنى بقى، في مفاجأة كنت مدكنها للآخر. الكبيرة بقى، انا اسمي رانيا. الله يخرب بيتك يا بيت المكتب اللي كله رانيا ده، اكتر اسم بكره في حياتي. ايه ده انت فاجئتني. يا نهار يا جماعه، خسرتي بسبب يا نهار. السلام عليكم. اصلاح بركاته. ازيك يا شيخ راجب؟ ازيك يا شيخ هنونه؟ امال فين اهل الدار؟ اهل الدار ماني اهل الدار. انت اهل الدار ايه؟ فين الناس اللي ساكنين هنا؟ انا عارف لكم بقى انتوا عيله، يعني خراب يا دنيا عمار يا دماغ. انا عارف تلاقي رانيا فوق بتقطع شرايينها وامك بتدبر لي مصيبه حاجه كده، تلاقيهم في اوضتهم فوق. طلع قط. ايوه يا ريت، عشان الواحد بقى كده حاسس انه غريب في بيته، ناس داخله وناس خارجه، مش عارف اتابع المسلسل التركي كده على مزاج. وريني الريموت كده. عم تعملي هالشيشه بتعصبيني بعرف مواسه. انت بتعملي ايه؟ ده كان ده العشرين النو، ده كان خلاص في الحلقه 940 دي اخر حلقه، حرام عليكي. ده كان هيعترف لها انه خلاص بيحبها لاخر قرش في جيبها. ليه كده؟ افتحي افتحي عشان تتفرج عليه بهدوء. جيب ده قد ريموتي ولا تقد ده الشيء يا سو يا سو بقى.